رجل قسم ماله وعقاراته على ابنه ذكورا وإناثا وهو حي بنفس الأنصبة التي يستحقونها كما لو مات، فما الحكم في ذلك؟ أرى جواز مثل هذا، لا أقصد أصل المسألة، أرى من نهاية التقسيم وإعطاء الذكر ضعف الأنثى أراه هو الأسد في هذا الباب، وإن كان هناك من العلماء من يقول تسوى المرأة بالرجل، ولكن الحجة محتملة. فالحديث ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأقول وبالله التوفيق إن كلمة الولد قد تطلق على الولد أو الولد والبنت، فالعلماء لهم قولان في مسألة العدل في الهبة، كيف يكون العدل في الهبة؟ ففريق يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، والأكثرون يقولون بالتساوي، لكن أقول وبالله التوفيق قد يكون هناك جمع حسن بين القولين، يتمثل في أن الهدايا اليسيرة، يعني مثلا واحد عنده بنت يعطيها 100 جنيه وولد يعطيه 100 جنيه، لا يعطي الولد 100 ويعطي البنت 50، هذه أشياء يسيرة، ولا مثل هذا يورث الشحناء، يعني إذا كان عندك مثلا بنت في الثانوية وولد في الثانوية، أعطيت الولد كل مصروف تعطيه مثلا 200 للولد و100 للبنت، أو عند النجاح تعطي 2000 للولد و1000 للبنت، يورث ضغينة بلا شك. فالهبات اليسيرة يسوى فيها، أما الهبات الكبيرة فأرى أن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.